السلام عليكم اصدقائي متابعي قناه كرة الذهبية رسميا فراس الخطيب لن يكون في الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني وغسان معطوق مساعدا وساعده اليمين لمدربنا الوطني نزار محروس بالاضافه لتصريحات نزار محروس في اللقاء التلفزيوني توفير سبل النجاح اهم من العامل المادي رح نحكي عن مجموعة منتخبنا الاولمبي لتصفيات كاس اسيا تحت 23 عام وبنهاية الفيديو موعد وتوقيت المباراة النهائية لكرة السلة الكرامي والوحدة وراح نجاوب على سؤال كتير مهم بخص كرة السلة مشان هيك كنت تابعونا لنهاية الفيديو وقبل ما نفوت بالتفاصيل بحب اتشكركم على دعمكم للفيديو السابق يلي كان هاشتاغ كلنا معك نزار محروس ابو حامد على السراء والضراء بصراحة انا عملت الفيديو بس ما توقعت الدعم يعني اجى دعم كبير الدعم كتير تعليقات هاشتاك الأحلى من هيك أنه في كتير مشتركين من قناتنا كانوا عم يشاركوا الفيديو للأصدقاء والهاشتاج عم توصل بصراحة بحب أتشكركم من قلبي إن شاء الله أنا وأنتو رح نضل داعمين المنتخب ليوصل للمونديال لكأس العالم ويلا نشوف تفاصيل سام مساعد مدرب منتخبنا الوطني نزار محروس مثل ما حكيت مساعد وساعده اليمين إن شاء الله لنزار محروس بالتوفيق لغسان معتوق مهامه القادمه، بالنسبه لغسان معتوق سبق وحقق كأس الجمهوريه وكأس السوبر السوري مع نادي الوحده. اختيار موفق، اذا فراس خطيب ليس مساعد للمدرب او ليس مساعد لنزار محروس. كترت الاستنتاجات والتحليلات انه راح يكون فراس خطيب، خاصة بعد ما فراس خطيب كان عم يرفض تدريب نادي الكرامه، وكثير طلعت اشاعه انه فراس خطيب مساعد مدرب المنتخب فراس خطيب راح يكون مساعد لزار محروس بتدريب المنتخب الاشاعات النفت خاصة هلا بعد شوي اذا بنشوف تصريح زار محروس بالمقابلة التلفزيونية كان عم ينفي وجود فراس خطيب بالكادر التدريبي، هلا رأيي شخصي غسان معطوق هو خبرة أكثر من فراس الخطيب كمساعد مدرب أو بمجال التدريب، ممكن كان فراس الخطيب يكون موجود بالكادر التدريبي بصفة ثانية مساعد هلا كلنا شفنا بالاندي حديثا او بالمنتخبات صار في مساعد مساعد فني ممكن كان يكون فراس خطيب مساعد فني للمدرب بس هذا الشيء ما عم بيصير مثل ما حكينا القرارات لنزار محروس وطبعا هو بيعرف شغله وبنتمنى له التوفيق اذا فراس خطيب خارج اداره منتخبنا السوري خلينا نشوف رده فعل الجمهور جمهور الكره السوريه وجمهور المنتخب السوري بالنسبه لغسان معطوق كانوا الكل عم يباركوا تعيين غسان معطوق مساعد للمدرب بالنسبه لاستبعاد فراس خطيب عن كادر التدريب لمنتخبنا السوري كثير منهم اشاروا انه سبق فراس خطيب تم دعوته لتدريب نادي الكرامه ووافق بعدين اعتذر فيمكن اداره المنتخب خافت من رده فعل فراس خطيب انه يوافق بالبدايه ويرجع يعتذر يصير في شويه لخبطه بامور المنتخب السوري والمنتخب السوري حاليا ما بجو او ما مستعد لاي هزه او او ردة فعل من هذا القبيل مثل ما صار بنادي الكرامي شفنا بنادي الكرامي بس كان عم يستقيل او عم يعتذر فراس خطيب كان عم يلخبط الامور وعم يخربط الادارة فمنتخبنا السوري تجنبا لهذا الشيء كان عم يستبعد فراس خطيب كمساعد مدرب انا عم انقل ردة فعل الجماهير وشو حكوا الجماهير ما في شيء رسمي خلينا نشوف تصريحات نزار محروس بالمقابلة التلفزيونية نزار محروس ابو حامد كان عم يحكي ويقول أوضح مدرب منتخبنا نزار محروس بأن الفريق سيخوض معسكرات تدريبية محلية حاليا المنتخب رح يعمل معسكرات بدمشق مبدئيا ابتداء من يوم الاثنين المقبل وهو الأول تحت قيادته رح يكون أول معسكر تدريبي تحت قيادة نزار محروس هلا نزار محروس رح يوصل لدمشق نهار السبت إن شاء الله نهار السبت بيوصل الأحد بيرتاح التنين ببلش معسكر التدريبي ما شاء الله عليه فات بالشغل بسرعه قلنا لكم رجل محترف ثم يجتمع مع اتحاد كرة قدم للاتفاق على التفاصيل راح يكون في اجتماع مع اتحاد كرة قدم شوف شو متطلبات نزار محروس ويتفقوا على التفاصيل بالمقابل التلفزيوني كان نزار محروس عم يرجع يعيد ويكرر انه فراس الخطيب لن يكون في الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني حاليا لن يكون مثل ما سبق وحكينا من شوي وقال ان عقوبة عمر خريبين سيتم الغائها وسينضم للمنتخب عمار خريبين قريبا للمنتخب بالنسبه للمحترفين والمغتربين قال انه انا كثير سالت من هي الاسماء يلي راح يتم استدعاء للمنتخب يلي راح تشارك مع المنتخب بصراحه قال باختصار اي مركز نحن بحاجته كان دفاع ولا هجوم ولا وسط بحاجه لاعب محترف راح نستدعيه مين ما كان الاسم وراح يكون موجود بالمنتخب نهايه اللقاء كان عم يختم اللقاء ابو حامد نزار محروس كلمتين عم يقول ان توفير سبل النجاح اهم من العمل المادي كلام واضح الحاله النفسيه المعسكرات اه هو يختار كل شيء مثل ما سبق وحكينا اهم من انه ندعمهم للمنتخب بالمال وبالماده ان احنا دعمناهم بالمال وبالماده بس اني ما مرتاحين نفسيا ما مرتاحين بالتوفيق يا رب شو رايكم بالتصريح شو رايكم تعيين غسان معتوق مساعد للمدرب شو رايكم باستبعاد فراس خطيب عن الكادر التدريبي او عدم استدعائه للكادر التدريبي لمنتخبنا هناك اكتبوا لنا بكومنت ارائكم نحن بهمنا شوف شو رايكم مشان نقدر نرد على الكومنتات ما نحكي عن نهائي كرة السلة خلينا نشوف مجموعة منتخبنا الاولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عام، هلا مجموعة منتخبنا عم تضم سوريا، قطر، اليمن، سريلانكا، بصراحة المجموعة بالنسبة لمنتخبنا وأداء منتخبنا الاولمبي مجموعة سهلة، أتوقع منتخبنا رح يتأهل على المجموعة بكل رياح، إن شاء الله بالقادمات بس تصير المباراة رح نرجع نعمل فيديو ونحكي عن النتائج واهم التطورات وصلنا لهذا الفيديو اليوم مثل العادي بنحكي عن كرة السلة عودناكم كل فيديو بنهاية كل فيديو عم نحاول نغطي كرة السلة وانا لقيت عبر القناة تفاعل وكومنتات حلوة مشان هيك نحن رح نكمل خلينا نبلش نحكي عن المباراة النهائية اللي رح تجمع الوحدة والكرامة موعد وتوقيت المباراة المباراة الاولى رح تصير يوم الاثنين طبعا على ارض نادي الوحدة ب 12 سبعة الساعة السادسة هاي المباراة الأولى المباراة الثانية راح تصير بحمص يوم الجمعة تاريخ 16 سبعة كمان الساعة السادسة هاي المباراة راح تكون الأولى هلا هي سلسلة نهائيات مثل ما صار سلسلة نصف نهائي في حال فوز الوحدة بأول مباراة فوز الكرامة مباراة ثانية أو العكس يعني فريق فاز بالأولى والفريق فاز الثاني راح يضطروا يلعبوا مباراة فاصلة مثل ما صار مباراة الاتحاد راح تصير مباراة ثاني يوم يلي هو نهار السبت 17 سبعة كمان بحمص الساعة ستة هذا في حال فريق فوق على فريق والعكس صحيح يعني بالمبارتين الأولى فريق ربح مباراة وفريق خسر مباراة في حال فريق كان عم يفوز بالمبارتين فبكون رسميا هو بطل الدورة بالتوفيق للكرامة بالتوفيق للوحدة مثل العادة بنهاية المباراة بنقول مبروك للفائز هارد لك للخسران أهم شيء نشوف مباراة رائعة مثل ما شفنا مباراة الاتحاد ونبتعد عن التشنجات والشغب الجمهوري هلا رح أجاوب على سؤال كثير مهم وانسألت يمكن في كثير جماهير الكرة السورية كرة القدم السورية بيتابعوا كرة قدم بس قليل بيتابعوا كرة السلة فكان السؤال متوقع وأنا حابب أجاوب عنه هلا قبل ما نجاوب على سؤالكم اكتبوا لي بكومنت توقعاتكم مين راح يكون بطل الدورة لكرة السلة السورية كرامة لأول مرة في تاريخه أو بطل عادة نادي الوحدة اكتبوا لي بكومنت توقعاتكم هلا السؤال هو هلا في كثير سألوا إنه ليش مثلا إنه المباراة الأولى راح تكون بالشام على أرض الوحدة والإياب أو المباراة الثانية راح تكون بحمص في حال التعادل الثالثة كمان راح تكون بحمص وليش صار نفس الشيء مع مباراة الكرامة والاتحاد ليش اول مباراة كانت بحلب وثاني مباراة كانت بحمص والفاصلة الثالثة صارت كمان بحمص بما معناه انه الكرامة عم يلعب مبارتين على ارضه افضلية عن الخصم الحسابات بتصير على الشكل الاتي هلا المتصدر بالدوري كان هو الجيش عم نحكي نحن قبل ما يفوتوا بالتجمع او بالاربع فرق المتصدر كان هو الجيش الثاني كان كرامة الثالث كان وحده او الاتحاد والرابع كان وحده هون بيعتمدوا على الافضليه يعني في حال لو الوحده ما كان متاهل على النص نهائي والجيش هو المتاهل على عن... عفوا على النهائي لو الوحده ما متاهل على النهائي والجيش هو المتاهل على النهائي فالكلامي كان اول مباراه راح يلعبها بحمص والثاني راح يلعبها بالشام في حال تعادلوا بالمبارتين راح يلعبوا الفاصلة كمان بالشام ليش لانه الجيش هو المتصدر فالافضليه بتكون للجيش وهذا اللي صار بين الكرامة والاتحاد لأنه الكرامة الأفضلية بالترتيب وراح يصير بين الكرامة الواحدة لأنه الكرامة أفضلية بالترتيب مثل ما سبق لو لعبان مع الجيش كرامة كان راح يصير العكس الأفضلية لنادى الجيش حبيت أوضح الفقرة مشان يكون عندكم معلومات كاملة ووافية بالنسبة لكرة السلة لأنه كثير إجانا هالسؤال هيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم لا تنسوا تكتبوا لنا بكومنت توقعاتكم لبطل الدوري السوري لكرة السلة ومثل العادي كملوا الهاشتاج كلنا معك نزار محروس على السراء والضراء. واهم شيء تدعموا قناتنا بلايك، كومنت، تفعيل زر الجرس واللي عم يحضر الفيديو ما اشترك بتمنى يشترك بالقناة. واهم شيء تشاركوا الفيديو لأصدقاء لنوصل لاكبر عدد ممكن عشاق الرياضة عشاق المنتخب السوري ان شاء الله قبل التصفيات ما نفوت بالتصفيات المؤهلة بتكون قناتنا كبرت أكثر أكتر والفيديوهات اللي عم نعملها عم تعمل صدى أكثر وعم يجينا تفاعل أكثر وعم نتفاعل معكم وإن شاء الله نوصل لأكبر عدد ممكن ونوصل صوتنا لمنتخبنا لجميع دول العالم إنه منتخبنا إن شاء الله رح يتواجد بالمونديال بكأس العالم بتمنى دائما ضلنا على خير السلام